أفضل هدف هدف كاريولا على فريق الهلال في مرمى الفتح. هدف توانبا لاعب نادي التعاون. هدف توانبا الثالث في مرمى نادي الاتفاق. أفضل هدف هدف توانبا. هدف الكاميروني توانبا في مرمى الاتفاق. أجمل هدف هدف كاريو لاعب الهلال. هدف كاريو في مرمى الفتح. هدف لاعب كاريو في نادي الفتح. أجمل أهداف الجولة هدف كاريو. هدف كاريو الهلال. هدف لاعب نادي الباطن فابيو أبرو في مرمى الوحدة. هدف اللاعب توانبا في مرمى الاتفاق. هدف توانبا لاعب نادي التعاون الهدف الثالث على الاتفاق. أجمل هدف في الجولة هدف توانبا في الاتفاق. أفضل هدف هدف كاريو في مرمى الفتح. أفضل هدف كاريو. أفضل هدف في الجولة هدف لاعب الهلال كاريو في مرمى الفتح. هدف لاعب نادي الهلال كاريو في مرمى الفتح. هو هدف توانبا لاعب نادي التعاون في شباك نادي الاتفاق. هدف لاعب نادي الهلال كاريلو. أفضل هدف هو هدف توانبا في مرمى الاتفاق. وركلة ركنية الآن صالح الهلال. فيتو عند ركلة ركنية وتحركات لاعبين الهلال والكرة من كاريو. هدف أول للهلال. كاريو يسجل هدف رائع جدا. كاريو هدف خرافي من لاعب خرافي. كاريو بلمسة ساحرة.